ممثلين قال أكثر من مرة عندما يتعلق الأمر لكل مسؤولين بالمواطن أنا أتكفل بجزئية جزئياته. الرجل هذا إذن ما جاش باش يحكم السدة الحكم باش يكون قالك راني رئيس، جا باش يخدمكم باش ينحيلكم ينحيلنا الميزانية كامل باش يخرجنا من الوضع اللي رانا فيها اليوم. ولا النتائج التي تعرفونها بالنسبة لتحسين وضع المواطنين راكم الأغلبية التمستم منه باش يواصل العهدة باش يواصل في عهدة ثانية أعماله. أخواتي مسؤوليات، نحن اليوم في حركة البناء الوطني نفتخر بأننا داعمون لعبد المجيد تبون بقوة وإخلاص وصدق ونيف. نحن داعمون له الآن لأن الظروف التي تمر بها الجزائر داخلياً وخارجياً تتطلب الوقوف مع رئيس عبد المجيد تبون لاستكمال إصلاحاته وتحسين الجزائر من مخاطر الداخل والخارج. نحن ندعوكم اليوم بإذن الله تعالى للالتفاف وراء هذا الرجل والتصويت عليه بقوة وانتخابه يوم 7 من سبتمبر. كل واحد فينا يخرج ويخرج ولاده ويخرج أهله ويخرج ناسه ويخرج عرشه باش يفوتوا معنا إن شاء الله بحول الله تعالى وقوته. لذلك هذا الرجل كان وفي معنا في 5 سنين اللي فات، احنا لازم نكونوا أوفياء معاه نهار اليوم، والوفاء لهذا الرجل هو بالانتخاب. أقولها لكم، سيد عبد الرجل كان سابقا أسس إلى فكر الدولة بمنطقة المسؤولية، أسس إلى الديمقراطية التي تضمن التنافس وتعطي الآثار وتعطي الفرص للنساء للرجال وللشباب وكذلك للمرأة وكذلك للجامعة. عبد المجيد تبون أراد أن يعطينا درسا بالعودة إلى الوطن والاستثمار في الإنتاج الوطني والاقتصاد عن طريق العودة إلى النظر في الأشياء التي كانت من هنا ومن هناك وضبط الأمور. استطاع أن يضبط المالية العمومية للدولة.